هطلت أمطار الخير الغزيرة على عدة مناطق من الدولة، وتسببت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسقطت أمطار الخير على جبل حفيد ومدينة العين وطريق العين دبي ومرغم وإمارة دبي، حيث كانت مصحوبة بالبرد والبرق والرعد، وتسببت بامتلاء الأودية بالمياه وجريان الشعاب. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام، وغائم جزئيا ومغبرا أحيانا، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية تكون ركامية بعد الظهر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار. أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة نسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية.